السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، تحياتي لكم. نتمنى الإخوان من هذه الفيديوهات نستافدوا جميع. تنشكر الناس اللي حطوا لي تعليق على حساب الفيديو ديال البارح، والحمد لله راه يعني جميع الأسئلة ديالكم راه جاوبنا عليها، والله يدير الخير. نتمنى من الله التيسير، والمهم هو الإنسان يتوكل على الله وما يكون غير خير إن شاء الله. المهم الإخوان، الفيديو ديال اليوم إن شاء الله على حساب الدواء ديال الغنم. يعني ديجا حطيت فيديو حساب الدواء باش داويت ديال السينتا. هنا الاخوان يعني ديما تنرد البال الخروج ديال الغنم. الصراحه هادي شي يومين ولا 3 ايام تتبان ليا السينتا، قلت غادي تقطع، ولكن الاخوان ما بغاش تقطع، كتخرج الطريفات هكا. هنا الاخوان في هذه الحاله هادي يستحسن انك تعاود الدواء وما تعاودش نفس الدواء، يعني دير دواء اخر. هنا الاخوان هاد البيضه هادي هي السينتا، هنا غير مازال صغيره، يعني راه الدواء ديال المفعول ديال الدواء مازال خدام، ولكن خص الانسان يعاود عاوتاني الدواء ودير دواء اخر. ونتمنوا من الله التيسير الاخوان. يعني صراحه في ماشي غير في واحد، غير في واحد الخروف اللي كاينه تقريبا فيهم كاملين، تقريبا كاينه فيهم كاملين السينتا هي هذه الاخوان كما تشوفوها. بالنسبه للناس اللي بغى يشوفوا باش داويت يرجعوا الفيديو من السابق، وان شاء الله غادي نعاود نبدل الدواء. فاش غادي نداوي غادي نعطيكم الدواء باش غنداوي. هذا خروج ديال خروف اخر عاوتاني. بصراحه الاخوان يعني تراها غير اليوم شي ثلاثه اللي رديت لهم البال، الاربعه كاملين فيهم السينتا. والله يدير الخير، وتحياتي للجميع.